أهلا وسهلا ومرحبا بكم أصدقائي الأفاضل، دائما على قناتكم شروحات ساتلايت. في الدرس السابق وضعنا طريقة إدخال القنوات الأرضية على تلفزيونات سامسونج بجميع أنواعها، فنفس الطريقة معتمدة لمن لم يشاهد الحلقة سوف يجدها في صندوق الوصف. أما اليوم سوف نقوم بوضع فيديو حول تلفزيونات LG. كما تشاهدون سوف نقوم بإدخال قنوات البث الأرضية الرقمية على جميع تلفزيونات LG، فالطريقة واحدة بطبيعة الحال. أول شيء سوف تضغط على الزر هنا، يعني على الزر في الريموت Input، كما تشاهد هذا الزر الذي فوق الأخضر، سوف أقوم بتوضيح الأمر. هذا يعني هذا الزر، نضغط عليه سيعطيك يعني لائحة المصادر، لا تختار الـ HDMI بل اختار الأنتينا. سوف تدخل عليه ثم تضغط على Menu، بعد ذلك ثم تضغط على صورة الطبق Config، ثم تختار بحث أوتوماتيكي Research أوتوماتيك، تضغط على OK ثم نضغط وي. هكذا كما تشاهدون الآن فهو يقوم بالبحث عن القنوات بواسطة الأنتين. يجب أن تقوم بربط الأنتين كما تشاهدون ذلك السلك الأسود الذي قمت بربطه مع شاشة التلفاز. بعد أن تقوم بذلك فقد يكفي عليك البحث، يعني المرجو استعمال أنتين وتوجيهه جيدا. في الحلقة المقبلة أيضا سأضع طريقة صنع أنتينا منزلية بمواد متوفرة لدى الجميع. بعد أن تقوم بهذه العملية سوف أقوم بالنسبة لخاصيات TNT، سوف أقوم يعني بتمرير الأمر كما تشاهدون سويفون TNT. سوف أضغط على أوكي ليبحث لي فقط عن قنوات البث الأرضي الرقمي. كما تشاهدون الآن ها هو الآن يقوم بالبحث على قنوات DTV أو TNT. ننتظر أصدقائي الكرام. هنا كما تشاهدون نجد TV يعني قنوات الـ UHF والـ VHF النظام القديم، هنا نجد قنوات الـ TNT يعني البث الرقمي الأرضي، هنا قنوات الراديو، ونعطيك يعني عدد القنوات التي تم إدخالها إلى جهاز التلفزيون. كما تشاهدون الآن حصلنا على 6 قنوات، رغم يعني أن الأنتين لم أوجهه جيدا، فهذه الطريقة تستعمل في جميع البلدان على تلفزيونات LG. هذه هي الطريقة. وكما قلت لكم بما أننا مقبلين على كأس إفريقيا، هناك العديد من المباريات ستبث على القنوات الأرضية الخاصة بالبلدان كالجزائر، مصر، المغرب، يعني جميع الدول يجب أن تكون لديهم بعض المباريات على قنواتهم. لذلك أصدقائي الأفاضل سوف نقوم بالبحث بهذه الطريقة. الآن يقوم بالإدخال، سوف أتركه حتى ينتهي ثم أعود إليكم. قد عدت إليكم أصدقائي الأفاضل. كما تشاهدون 13 قناة، وهي القنوات المتوفرة لدينا في المغرب. كما تشاهدون 13 قناة وهي المتاحة في بلدي الآن. أنت يجب أن تتركه حتى ينتهي، بما أني أعرف يعني أن مجموع القنوات هو 13 فقط. يمكنني إيقاف البحث بالضغط على أوكي ثم أقوم بنعم. الآن كما تشاهد يعطيك النتيجة 13 قناة. بالنسبة لنا في المغرب لدينا 13 قناة، سوف أقوم بالضغط على قائمة القنوات. ها هي القنوات المغربية كما تشاهدون، يعني جميع القنوات المغربية. سوف نقوم بتشغيل بعض القنوات كما تشاهدون، جميع القنوات تعمل لدينا، يعني هذه القنوات الخاصة بالمغرب. كان هذا درس اليوم أصدقائي الأفاضل، لا تنسوا دعمنا بزر لايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد فورا صدوره. تحياتي إليكم، إلى اللقاء.